فتره بتبقى او بيبقى الفريق ما بيلعبش، يعني بقى له فتره اخر مباراتين مباراه المقاولين والزمالك خدنا بيهم الدوري. عندك بقى تحدي جديد، التحدي الافريقي الهام جدا بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، بعد كده تخش في الكاس وترجع لافريقيا. عندك يعني تحديات كتيره جدا جدا، عندك السوبر كمان قبل الدوري. فان شاء الله نتمنى للفريق كل التوفيق في تحدياته المختلفه، لكن الفريق طبعا بيواصل استعداداته من خلال مران اليوم في اطار الاستعداد لمواجهه فريق اطلع بره يوم الاحد ان شاء الله. المباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء على استاد الجيش ببرج العرب، ودي مباراه الذهاب الخاصه بفريق اطلع بره. وزي ما حضراتكم عارفين، بس احنا لازم نعيد على حضراتكم ان الفريق كان طلب ان يلعب المواجهتين هنا في القاهره بسبب ان عدم جاهزيه الملعب الخاص به في جوبا هناك في جنوب السودان. فالمباراه الاولى هي مباراه فريق اطلع بره، ان شاء الله الفريق النادي الاهلي يكون موفق في الفوز في هذه المباراه. مش بس الفوز، عايزين كمان نتيجه مريحه ان شاء الله كمان قبل مباراه الاياب اللي هتكون بتاعه النادي الاهلي كمان.